تريكا بيوعد وابو حبيبه بيوعد ومش عارف مين بيوعد، وانت ايه يا نجم ما بتوعدش خالص؟ لا يا بوعد يا نجم لا، ده يبقى كده واقع واقعه كبيره معاك يا كابتن حسام. فيها حاجه وعدنا وعدنا تقعد على الهوا. اي وعد وعدنا انت بقى، وعدنا انت، ما انت عارف اللي فيها. مبروك يا حس على الماتش، وربنا يكرمكم بالصعود ان شاء الله باذن الله. خدها هيوعدك اهو، هيوعدك ما تضيعش رزقك. اوعدني ماشي. لا لا، لو ساعدنا ان شاء الله هندور انا وانت على عرايس. شفت بقى هيجيب لك عروس. مش وقت يا حس، احنا على الهوا مش وقت. بقول لك يا كابتن، عروسه تركيه ولا عروسه مصريه؟ يا ريت تركيه والله. اه قال لك يا ريت تركيه. شريفة طبعا. شريفة سعد يستاهل، سعد يستاهل كل خير طبعا. من الشخصيات اللي انا بحبها جدا، ومن الشخصيات اللي هي على المستوى الشخصي بعيد عن الكوره وكده، يمكن سعد المغرب الناس ليا، يعني بعتبره ان هو اخ ليا، بقالنا يمكن 9 سنين مثلا مع بعض من المنتخبات، من ايام الظابط، كنا لعبنا برضه مع بعض في النادي المصري ومنتخب الشباب ومنتخب الاولمبي. بيقول لك من ايام الظابط دايما مع بعض يا كابتن حسام، بيقول لك من ايام الظابط، مش عارف انا هو بيرمي على ايه. من ايام الظابط سعد مش عايز يعديها على خير. لا ما هو كده في كمين وفي ظابط. لا لا لا، ده سيم ضمن كده. سيم ماشي، نعدي السيم ده مؤقتا، اهم حاجه ما يجددش بس. هو بص، هو ودانا الموضوع، يعني يبدو كده ان سعد متفق معاك على حاجه، احساسي انك احساسي ان انت مش يعني تسع سنين مع سعد وتيجي تبقى قريب من سعد، احساسي كده. اهم حاجه ما يجددش بس، ما يجددش بقى خلاص. لا هو المشكله ان سعد بس بيحب يهزر كتير. بس انا سعد بجد من الناس اللي انا بحبها جدا. تمام. لا بس عشان ما تهربش مننا من الحته دي، انت عايزه يجدد ولا لا؟ هو في تركيا فانا مش عايزه يجدد. حلو، عشان يجي هنا؟ يجي هنا فين؟ الدوري المصري. لا هو هيسافر بقى بره، ربنا يكرمه. ما هو مسافر. يجي له عروض احسن ان شاء الله. بص هو شوف اتلخبط برضه ومش عارف. خلينا انا بقى لا ما اتلخبطتش، انا اتلخبطت. انا اسرح من سعد شويه. وسائل الاعلام هنا يا كابتن بتقول ان شرطك الجزائي 300,000 دولار، وانك قربت ان ترجع للدوري المصري، الكلام ده فيه يعني شيء من الصحه ولا لا؟ والله ربنا يكرم. انا الحته الموضوع ده زي ما انا بتكلم مع حضرتك، انا الفتره دي مركز مع فرقتي هنا. تمام. بحيث ان انا يعني اللي انا بتمنى ان انا اقدم اداء كويس، وفي نفس الوقت الفرقه تصعد، يبقى انا الحمد لله عملت حاجه معاهم وكده. تمام. بس فاضل 4 ماتشات وان شاء الله الدوري يخلص، وبعد كده افكر يعني في ان شاء الله. بص يا كابتن، ان شاء الله الفرقه تتاهل وتطلع اول، ومجهودك معاهم هيزيد وكل حاجه، وسعد بيضحك جنبي ضحكه جامده قوي، وانا يعني فاهم، ويعني لو انا ضغطت على سعد شويه انت فاهم، فخليها تيجي منك انت. مش هتعرف تضغط يعني. خلينا واضحين كده، في كلام في النادي الاهلي ولا نتمنى له التوفيق بقى في اي مكان يروح، وربنا يوفقه. حس وشد حيلك. شوف. وانت لا لا شفت بيقابل ازاي. طيب قبل يعني طبعا لسه هنتكلم مع سعد، لكن في كلام من النادي الاهلي او من انديه في مصر ولا مفيش؟ لا والله كان في كلام يعني الفتره الاخيره دي وكده، وزي ما انا قلت لحضرتك انا الفتره دي مركز هنا في تركيا، وربنا يكرم يعني ان شاء الله في 4 ماتشات الدوري يخلص، وربنا يسهل يعني اخد قرار بعدها ان شاء الله يعني. تمام. يمكن يعني انا مش هسبق الاحداث دلوقتي، ولكن انا عارف ان في كلام معاك تيجي، انك تيجي الدوري المصري، وسعد اكيد عايزك يعني تبقى جنبه. انا طبعا بتمنى له التوفيق. حسام يا ابني اديني فرصه اتكلم. بتمنى له التوفيق، ومن اللعبه المميزه بجد يعني، كان معانا في المنتخبات كلها، ومن الشخصيات المحترمه يعني، من الناس المتربيه، ووالده ووالدته هم يعني اللي مربينا هنا في القاهره. سلام يا نجم. سلام. على طول كل ما نكون والده حسام في الطبيخ ما شاء الله طبعا بريمو. فطبعا بتمنى له التوفيق، وان شاء الله ربنا ما تخشش بقى في الاكل والطبيخ اللي بنعمله بايدنا اليمين يا كابتن حسام، مش عايزين ايدنا الشمال تعرف هي بتعمل ربنا ايه. ربنا لحاجة لوجه الله يعني. لا طبعا انا اتمنى طبعا ان انا اكون موجود مع سعد في مكان واحد طبعا. هو بالمناسبه يعني مخرجنا طارق طراف. نعم. مخرجنا طارق طراف، انت مش عارف انت بتشوفنا ولا لا، بس مخرجنا طارق طراف جايب لك صوره كده ال 2009 التيشيرت منتخب مصر الاحمر الجميل. ما منتخب بيلبس ابيض. وب...
كمل بقى مع سعد، انا سيبك تكمل مع سعد. لا هو طبعا زي ما انا قلت لحضرتك، انا سعد من الناس اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي طبعا بعيدا عن الكوره، وعلى المستوى طبعا مستوى الكوره وكده سعد من الشخصيات اللي الواحد يحب اللي هو يكون موجود معاه في مكان واحد واللي هو يلعب معاه في الملعب، وفي نفس الوقت سعد لعيب كبير. وان شاء الله باذن الله فرصته جايه الفتره الجايه، وان شاء الله يكون من الاعمده الاساسيه في مصر، لان هو عنده امكانيات كبيره، ويمكن احنا في المنتخب كنا بنقول عليه ديب يعني مش عارف اقول لك ايه، حصه شكله وستايل لعبه احرجته يا حسام، الراجل قاعد مكسوف قدامي مش عارف يقول ايه. والله انا بتمنى لك التوفيق، بتمنى لك التوفيق يا حسن ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في النادي، وربنا يكرمكم وتصعدوا، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يرشدك اللي فيه الخير، وسواء في مصر سواء بره بتمنى لك التوفيق، وانت وحشني طبعا، وترجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. حبيبي سعد ربنا يخليك. كابتن حسام ان شاء الله 4 مباريات وتتاهل مع فرقتك، ان شاء الله تكون سبب رئيسي في تاهل فريقك، وان شاء الله مبارك لك هنا في برنامج الخبر. شكرا لك بسم الله، سعيد اللي انا كنت مع حضرتك. شكرا كابتن، احنا اللي سعداء. ما فيش شك لما بتكونوا